أعزائي طلاب الصف الرابع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا لهذا اليوم إنجازات اقتصادية في بلادي. سأشرح لكم اليوم الجزء الأول من هذا الدرس، فكونوا معي. إذا عنوان الدرس إنجازات اقتصادية في بلادي. سنتعرف في هذا الدرس على المفاهيم والمصطلحات الواردة، أيضا نوضح أسباب التقدم أو التي أدت لقيام المشاريع الاقتصادية في بلادي. ولكن بداية أريد أن أعرفكم بمعنى المشاريع الاقتصادية. اخترت لكم هذا الفيديو لتعرفوا معنى أصلا المشاريع الاقتصادية، ومن ثم نتعرف على الأسباب التي أدت إلى قيام أهم المشاريع الاقتصادية. تابعوا معي هذا الفيديو للتعرف على أهم المشاريع الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة. إذا لاحظتم معي أعزائي الطلبة عدد من المشاريع الاقتصادية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. من يذكر أحد هذه المشاريع لي؟ الآن اذكروها لنفسكم. الفكرة الرئيسية، أخذت دولتنا الحبيبة في السير بخطوة ثابتة نحو مستقبل اقتصادي مشرق مضيء أذهل العالم كله، وفقا لرؤية حكيمة لقيادة رشيدة في النمو الاقتصادي. الآن أعزائي الطلاب سنتعرف إلى، بعد ما أخذنا فكرة عن المشروعات الاقتصادية، سنتعرف على العوامل أو الأسباب التي أدت إلى نجاح هذه المشاريع الاقتصادية. إذا تحتاج المشاريع الاقتصادية إلى نوعين من العوامل، العوامل الطبيعية بالإضافة إلى العوامل البشرية. نبدأ بالعوامل الطبيعية. موقع دولة الإمارات العربية المتحدة، موقعها يطل على الخليج العربي بالإضافة إلى بحر عمان. ماذا أعطاها هذا الموقع من أهمية؟ أكيد ساهم بشكل كبير في أن تكون بلادنا من أكبر الأسواق التجارية في الشرق الأوسط. ساعد إذن موقع دولة الإمارات العربية المتحدة على مسطحين مائيين مهمين وهما الخليج العربي وبحر عمان، على ربط دولة الإمارات بكل دول العالم من خلال المسطحات المائية، وساعد على نشاط التجارة.
أيضا الثروات الطبيعية، وهي أيضا من العوامل الطبيعية. إذا أول عامل طبيعي هو الموقع، ثاني العوامل الطبيعية الثروات الطبيعية التي وهبها الله سبحانه وتعالى لدولتنا الحبيبة، ومن أهم هذه الثروات الطبيعية البترول، النفط والغاز الطبيعي. عند تصديره للدول الأخرى نحصل على رأس المال، رأس المال نستطيع أن نقيم فيه العديد من المشاريع، ورأس المال مهم جدا في إقامة مشاريع. أيضا المناخ، حالة الجو في دولة الإمارات العربية المتحدة كان لها أيضا دور فعال في إقامة مشاريع اقتصادية. ما هي المشاريع الاقتصادية التي تنتج عن مناخ دولة الإمارات العربية المتحدة؟ نحن نعلم أن مناخ دولة الإمارات العربية المتحدة مناخ حار جدا، يوجد فيه سطوع شمسي كبير. تم استغلال المناخ في إقامة محطة شمس واحد، هذه هي محطة للطاقة الشمسية وتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية. سأريكم صورة لمحطة شمس واحد فيما بعد، وهي أكبر محطة في العالم. تعد محطة شمس واحد في دولة الإمارات العربية المتحدة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وتعد أكبر محطة من نوعها على مستوى العالم. سأريكم هذه الصورة فيما بعد. أيضا موارد المياه أعزائي الطلاب، المياه الجوفية ومياه السدود أدت إلى إقامة مشاريع زراعية، ونحن نعلم أن المشروعات الزراعية هي أيضا إحدى المشاريع الاقتصادية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ننتقل إلى العوامل البشرية. العوامل البشرية هي التي ليس لها، يعني التي لها علاقة بالإنسان، أما العوامل الطبيعية هي عوامل ليس للإنسان علاقة فيها، هي من عند الله. العوامل البشرية مثل الإدارة الحكيمة، يحرص قادة دولة الإمارات العربية المتحدة على إقامة مشاريع اقتصادية منتجة التي تسهم في النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. أي لولا قيادتنا الحكيمة لما كانت هذه المشاريع. من الذي يقترح ويشرف على هذه المشاريع؟ أكيد هم القيادة الحكيمة، شيوخ دولة الإمارات العربية المتحدة حفظهم الله. توفر المال، المال يعني رأس المال من أهم عوامل نجاح المشاريع الرائدة في الدولة. هذه المشاريع التي رأيتم تحتاج إلى المال لشراء جميع متطلبات هذه المشاريع. الأيدي العاملة، يقصد فيها العمال الذين يبنون هذه المشاريع الاقتصادية. تضم دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل أنواع العمالة المدربة الوطنية والوافدة، فتحرص على تطوير وتنمية مهارات العمالة. أيضا التكنولوجيا، توفر التكنولوجيا الحديثة، الابتكار، الإبداع في هذه المشاريع. توظف دولة الإمارات العربية المتحدة أحدث التقنيات والأجهزة في مجالات كافة للتغلب على الصعوبات وحل المشكلات إذا وجدت مشكلات. المشروعات الاقتصادية في بلادي، كما رأيتم في الفيديو هناك العديد من المشروعات الاقتصادية. نرى هنا بعض المشروعات، هذه مدينة مصدر وأيضا سأريكم عنها فيديو قصير. لاحظوا معي القطارات الحديثة، لاحظوا أيضا المياه الجوفية التي تساعد على إقامة المشاريع الزراعية. هنا يوجد مشاريع، هنا مثلا افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الولاء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب قائد أعلى القوات المسلحة حفظه الله، مركز الشباب الذي يعد الأفضل عالميا والأكثر شمولا لمتطلبات الشباب. لاحظوا معي. الأنشطة، النشاط الأول نجاح المشروعات الاقتصادية الرائدة في بلادي. قبل أن أجيب الأسئلة أريد مراجعة هذا الجزء معكم. لاحظوا معي العوامل التي ساعدت على قيام ونجاح المشروعات الاقتصادية هي العوامل الطبيعية. نبدأ بالموقع، الموارد الطبيعية، المناخ والمياه. هذه عوامل ساعدت على نجاح هذه المشاريع التي رأيناها في الفيديو. لولا هذه العوامل لما نجحت هذه المشروعات. هذه عوامل طبيعية من عند الله عز وجل. الآن ننتقل إلى العوامل الأخرى وهي عوامل بشرية.
ثانيا العوامل البشرية التي ساعدت على قيام ونجاح المشاريع الاقتصادية، المال، العمالة والتكنولوجيا. أرجو أن تكون اتضحت الرؤية لديكم عن العوامل الطبيعية والبشرية التي ساعدت على المشاريع الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة. إذا النشاط الأول نجاح المشروعات الاقتصادية الرائدة في بلادي بسبب توظيف الموارد الطبيعية البشرية بالشكل الأمثل والأفضل. السؤال الثاني، نضع العبارة الملائمة أمام الصورة المناسبة لها. وهنا أكمل المخطط آتي المشروعات الاقتصادية في بلادي. لكم حرية الاختيار في اختيار أي مشروع اقتصادي ترونه. هنا اخترنا القطارات الحديثة وبرنامج الإمارات الوطني للفضاء. هذا الفيديو يوضح لكم محطة شمس واحد. هذه أيضاً صورة لمحطة شمس واحد، وهي أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية توجد في الإمارات. أترككم أعزائي الطلاب مع هذا الفيديو القصير عن مدينة مصدر، تابعوه للنهاية. أتمنى أعزائي الطلاب أن تكونوا استفدتم من هذا الفيديو وهذا التسجيل. لنا لقاء آخر في الجزء الثاني من الدرس.